بالنسبه للجمعيه العامه، طبعا جمعيه عامه عاديه لدراسه التقرير المالي والادبي، كانت المصادقه على التقريرين بالاجماع، وكذلك عده نقاط تناولناها. كانت هناك يعني ديون كبيره كما يقولوا على الاتحاديه الجزائر لكره القدم، يعني حوالي 700 مليار، يعني كانت هناك 700 مليار راه يقول رئيس الاتحاد، هناك يعني ديون يعني سددت كما يقولوا بالتعاون مع الدولة الجزائرية كرة القدم حوالي 370 مليار. وعدنا رئيس الاتحاد بأن في نهاية السنة هذه المالية 2024 حتى 30 ديسمبر راح تكون كل الديون، يعني يمسح كل الديون. هناك عدة نقاط، يعني احنا كما يقولوا كان كان كما قلت انت، كان هناك شفافية كبيرة في تقديم التقرير المالي وكذلك الأدبي من طرف كذلك رئيس الاتحاد. نتمنوا التوفيق كما يقولوا، ونتمنوا ان كما كنت تقول استقرار كبير لاتحاد الجزائر كرة القدم. زيرتوب، اول قناة إلكترونية في الجزائر.